إكمالا لحوار جريدة اليوم وعرض مسرحية عيد ميلاد سعيد، نلتقي بنجوم بكرة، نجوم المستقبل، أطفال عرض ونجوم عرض عيد ميلاد سعيد. تعرف عليكم بقى كده كل النجم. أدم محمد. منة فتحي. أحمد الملقب بميدو. ريتال المسيري. مريم فتحي. مالك أحمد. آدم المشيري. هانا محمد. هتكلموني طبعا عن تجربة مسرحية عيد ميلاد سعيد وبداياتكم كانت مع المخرج محمد فاروق. أنا أول مرة أمثل ويعني عملت دور سعاد وكمان عملت دور الأسبانية في 5 مرات. كانت تجربة حلوة، دي 3 مرة أمثل مع مستر محمد فاروق، كانت تجربة حلوة قوي. وأنا عملت أدوار كتيرة زي فؤاد المهندس والكلام ده. كانت مسرحية حلوة، كانت تجربة حلوة وانبسطنا. دي طبعا مش أول مرة أمثل مع مستر محمد فاروق، وكمان أنا يعني كنت واخد حاجات ياما في المسرحية وأنا كان عاجبني دور. بجد مستر محمد فاروق علمنا حاجات شامة قوي، وبجد بنشكره. ودي اول مره نمثل مع مستر محمد فاروق، وعايزه اوصل النصيحه لكل الناس ان احنا ما نتنمرش على حد ونحب بعض. الصراحه ده كان تاني مره ان انا امثل. هو الموضوع في الاول بيبقى تحس بارتباك ورعب لان اول مره واقفه على المسرح، بس بعد كده الامر بيبقى بسيط، بيبقى حلو لما بتلاقي الجمهور بتتشجع، بيديك طاقه ايجابيه، بتحب الحاجه اللي انت بتعملها. وده كمان كان تاني مره ان انا امثل، فكان الموضوع مش صعب قوي المره دي. نستكمل بقى في الخارج. يلا اعزائي المشاهدين، مشاهدي جريده اليوم، بنلتقي اليوم في تياتر النيل بالاسكندريه والعرض المسرحي عيد ميلاد سعيد. عيد ميلاد سعيد عرض مسرحي ربما يكون تجاري، ولكن على الجانب الآخر هو ليس تجاري بالمرة، والدليل على ذلك مجموعة من النجوم تتعدى 15 نجم من نجوم اسكندرية الأطفال، النجوم بالفعل الذين اكتشفوا اليوم وتم اكتشافهم اليوم النجم السكندري الممثل والمخرج محمد فاروق، ومؤلفة المسرح الاكتشاف الجديد في عالم المسرح السكندري الأستاذة صفاء مصطفى درويش. والنهاردة معانا عيد ميلاد سعيد من وجهة نظر أخرى، وهي المزج ما بين الماضي والحاضر في صورة عرض مسرحي شيق ممتع يقعدك ساعتين في المسرح منتبه جدا ومتشوق جدا للأحداث وملاحقة الأحداث، والأطفال بياخدوك معاهم ساعتين 120 دقيقة لا تتخيل، انت في حالة مسرح كامل احنا كنا مفتقدينه في اسكندرية على مدار 20-25 سنة. نبدأ بمؤلفة العرض المسرحي الأستاذة صفاء درويش، واتكلمنا على الربط والمزج ما بين الحاضر والماضي في صورة عرض مسرحي بأبطاله الحقيقيين الأطفال الجمال اللي قدامنا. مساء الخير مساء الخير عليكم. هو العرض احنا كانت فكره جماعيه ما بين مننا المخرج محمد فاروق والمساعد المخرج حسن درويش، وكلنا قعدنا قلنا ان احنا لو حبينا ندي للولاد نصيحه كنصيحه مش هيقبلوها، لكن لو احنا حرفناهم الفن بتاع زمان والفن دلوقتي فاحنا هنقدر نربط دوت بده بعرض باسلوب يعني بسيط هيقبلوه بطريقتهم بالاغاني بتاعتهم. وبعد كده نقول لهم ان احنا كان في اغاني زمان احنا طلعنا عليها، كان في زمان قيم احنا طلعنا عليها، في حاجات اتعلمناها في ان احنا لازم نحترم الكبير، ان احنا ما نتنمرش على الكبير. ودي كانت رساله اهم حاجه اللي احنا كنا عايزين نوصلها، والحمد لله وصلناها للولاد. واهم حاجه برضو اللي طلعنا بيه حب الولاد لبعض كمجموعه، وده شيء الحمد لله كرم من ربنا ان هو ده بالنسبه لنا نجاح العرض. شكرا استاذ صفاء. ومعانا حاليا الاستاذ الفنان الممثل الجميل حسن درويش، وهو مدير الفرقه. يكلمنا عن الفرقه شويه. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ شرفتونا النهارده يا فندم.
والله هو احنا فكرنا ان احنا عايزين نعمل فن يكون ما بيننا، احنا مش تمثيل بس على فكرة، احنا عندنا فنون تشكيلية وعندنا حاجات تانية، فحبينا ان احنا نقدم الفن للطفل بشكل مختلف شوية. والمسرحية بتاعتنا النهاردة هي بتتكلم عن فرق الأجيال بالنسبة للجيل زمان وجيل دلوقتي، وإيه السلبيات اللي موجودة زمان والسلبيات اللي موجودة دلوقتي، والإيجابيات اللي موجودة زمان والإيجابيات اللي موجودة دلوقتي، ونعمل زي مقارنة ما بينهم كده في إطار عمل كوميدي. وطبعا استخدمنا أطفال، وإحنا عندنا أطفال صغيرين جدا في السن، يعني عندنا من أول 4 سنين تقريبا، وطبعا دربناهم وقدمنا العرض المسرحي النهاردة. هنختم اللقاء بالمايسترو صاحب فكرة تحرك هذه النجوم على خشبة المسرح، الفنان المبدع المخرج الجميل الكوميديان الجميل الأستاذ محمد فاروق. وأنا بحييك حقيقة إنك رابط ما بين الماضي وما بين الحاضر والحداثة اللي حصلة واللي احنا شايفينه، وما بين ذكريات الماضي، وعاملهم في سيمفونية أو كلاسيكيات واحدة. الشتاء هو جميل هو، والحلقة حلوة، والجمهور مش عايز يمشي. وأنا عايزك بس تكلمني عن إزاي ربطت ما بين الماضي والحاضر، وهم بطريقة سلسة وسهلة زي ما أنا شاهدت على المسرح استوعبوه. وطبعا ده مش غريب عن الفنان محمد فاروق. بشكرك يا استاذ ايمن. اولا انا بشكر ربنا سبحانه وتعالى اولا واخيرا قبل كل شيء. نجاح العرض طبعا له اسباب كتير، كان من اهمها هو التزام الاطفال الصغيرين دول معايا، وده اللي انا ما كنتش متوقعه طبعا. بدايه هي الفكره كانت فكرتي، وطبعا بدانا نشتغل عليها انا والاستاذه صفاء، ان احنا نلتقي بين الجيلين اللي دايما في صدام وفي صراع بينهم وبين بعض. انا واحد من الجيل القديم اللي بعتبر نفسي من الجيل القديم، ودايما بقى بيحصل المفارقات ومساله التنمر يعني ده بيحصل كتير بيننا وبين الاطفال وحتى اولادنا في البيت. احنا دايما بالنسبه لهم بالبلدي كده دقه قديمه، ودي كانت الخيط اللي انا مسكت منه الفكره وبدات تكمله الاستاذه صفاء والاستاذ حسن على فكره، لانه كان مساعد برضو معانا في التاليف. احنا هنعمل ايه؟ احنا المفروض ان احنا شايف الدنيا بتشتي والجمهور مش عايز يمشي. والله العظيم انا عايز اقولك على حاجة، انا فرحة الجمهور بالولاد وهو ده اللي مفرحني. الجمهور انا عايز الاستاذ بهاء بس يأكد على ان الجمهور مش عايز يمشي، منتظر. بص الناس مبسوطة، والناس كتير عايزة تسلم علينا وعايزة تبوس الولاد وتحييهم. الولاد النهارده كانوا عاملين بقى، انا والله بدون مبالغة يعني، ملحمة فنية على خشبة المسرح. واجمل ما كان في الموضوع ان الولاد دول كانوا مستوعبين، ده كان هدفي، دي كانت رسالتي، مش ان انا اعرضها للناس. الولاد دول ال 16 طفل ولا ال 15 طفل اللي كانوا معايا على خشبه المسرح، توصل لهم الرساله اللي انا عايز اوصلها. هم عملوا ده يعني، هم طبعا لما كانوا جايين لي من الاول خالص كان في الحاجات اللي انا كنت بقول لك عليها دي. الحمد لله انا بشكر ربنا سبحانه وتعالى وبحمده على اللي حصل ده، وان شاء الله دي مش يعني دي مش نهايه، دي بدايه سلسله كتيره جدا من الاعمال اللي بالشكل ده. عايزك تقول لهم كلمه دلوقتي والمطره ديت شغاله، بصوا له هنا، بصوا يا اولاد، يا اولاد انا بحبكم وبحبكم قوي، بشكركم جدا. عايزكم تبصوا هنا للكاميرا. أيوة. انا بحبكم وبشكركم جدا. انتوا كنتوا عاملين وهنختم عشان الشتاء بس. وانتوا كنتوا عاملين حاجه عظمه، بس عايزين هنقول باي باي، واحنا بنقول ايه اليوم الحلو ده؟ ها ايه اليوم الحلو.